أنا ست في البيت لعيالي وبيتي وبرا راجل مش ست، لأن أنا بشتغل وموفرة بيت وموفرة أسرة وموفرة عيال، والحمد لله بقول يعني ربنا مديني الصح عشان عيالي. أنا اسمي إيمان زهراوي حسن، وعند محمد عنده 14 سنة، ونرمين عندها 12 سنة، وحنان عندها 11 سنة، وحسن عنده 6 سنين. اضطريت اشتغل لان انا محتاجة الفلوس، بدل ما اقول لحد اديني ما اخدش من حد. زرع الغرب دي مش ملك، مش بتاعتي، انا دافع لها 15000 جنيه واخداها. عندنا هنا في الفلاحين غلط، لان الشغل للراجل مش للست. مثلا يعني رحت لواحد بقول له تعالى ازرعهم لي انقرهم لي، قال لي ده ب 100 جنيه. قلت له طب انا معيش 100 جنيه هعمل ايه؟ رحت صحي الساعة 5، خدت عيالي، احنا عملناهم وزرعناهم ورميناهم في الزراعة، اعتمدت على روحي وعيالي. أنا شايفة في رجالة كتير دلاني هنا ومش لاقية الهوا وقاعدة في البيوت، أنا أحسن منهم بكتير. بروح الزرع وبقضي كل حدا في الزرع، واللي بيتكلم يتكلم عادي، أنا ما بيهمنيش، ما يهمنيش كلام أي حد. لغاية ما فيش أجازة عشان البقرة كل يوم عايزة تاكل، كل يوم ما فيش أجازة. أنا نفسي أعلم عيالي في المدرسة، عشان أنا كان نفسي أتعلم. أنا لو كنت متعلمة كنت بقيت أحسن من كده. العالم حلو والمصروف ويقع منك، طب شاطرة تقعد من جدان. نفسي يعني عيالي لما يتعلموا ما يشتغلوا شغلة المهني المعمار، يعني لا عشان المرحوم دوزي واقع من على السدالة وطوف كان كويس خالص، عشان كده يعني لما بجيب سيرته بتحمل بالبيك. عيالي كل حياتي في الدنيا كلها، يعني عيالي بقول لهم مش عايزه حد فيكم يعمل غلط، محدش يشتم حد، محدش يغلط في حد، ما تاخدوش اهم حاجه، ما تاخدوش حاجه مش بتاعتكم. في حدوته ساعد واحد جسمه